بنات السلام عليكم. غنزغرت اليوم، اليوم عندي العرس. ليش؟ اليوم نهار كبير من السي سعيد المصري. المصري غيصور معايا الفيديو. خاصكم تزغرتوا 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 البنات. غنزغرت اليوم بعدا كيدير بس عليكم. خلي تيبدا سعيد الفيديو عاد غنهضر معاك. المهم صلي صلي على النبي كذا وسلمي كذا. شو الكاميرا دابا دابا من منتي معايا بال الفيديو منور زوين ياك البنات. كتبوا لي في الكومنتات واش هادشي واش كاين ولا لا. شنو مني بنتي معايا نور على نور. الله يا ربي الله الله يا ربي الله الله يا ربي الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، اخواني واحبابي ومشاهدينا ومتابعينا في كل مكان انحاء العالم كامل. تحياتي ليكم، عوايج المباركه، كل سنه وانتم طيبين، ويا رب يبلغنا ويبلغكم رمضان وانتم بالصحه والخير واحسن الاحوال. وتحياتي لكل احبابنا وكل الناس من المحيط للخليج. توحش المشاهدين ديولا؟ اكيد طبعا، وان شاء الله عايزين نعمل لكم لايف كده نهضر معاكم ان شاء الله. الله يخليكم لينا وتبارك الله عليكم، وزي ما قلت لكم كل سنه وانتم طيبين وعواشركم مباركه. و غبرنا عليكم ولي غبرنا عليكم. اصلا يعني ما عنديش بصراحه الوقت، الوقت بقول لك الوقت كالسيف اذا لم تقطعه قطعك، فانا بقطع الوقت على الوقت. لا سعيد قبل ماشي ما يقطع لك. سعيد شوف ماشي على ماشي على الوقت صراحه. سعيد مؤخرا ما بقاش بغا يصور معايا حتى انا ما بقيتش كن صافي. لاني حاولت معاه شحال من مره صافي خليته على راحته ما بغيتوش صافي، لانني ما بقاش نتجادل معاه على التصوير. كنقول لي صافي كنصور انا فيديوهاتي وهو ما بقاش بغا يصور. كاع واحد بقيت كيقول لي لا انا غنحيد الفيديوهات هذيك. قلت له ما تحيدش الفيديوهات، قلت لي انا فيهم انا ما تحيدهمش. بغيتي تحيد الفيديوهات كنت حيدهم بالراس. انا بصراحه قلت في يوم حيدت الفيديوهات كل كلهم دارهم خاص 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 خاص. حيدت الفيديوهات كلها ورجعت ثاني عاد ترجع قلت لي صافي. درت معاه سويت معاه مشكله كبيره ما نقولش لكم. قلت لهم لا، قلت لي انا القناه كنفوج فيها مع احبابي مع عائلتي. وانت اللي دخلتيني قلت لي اليوتيوب. انا ما دخلتش لك دابا ولفتيني ولفتيني هادشي وتحيدي لي. قلت لي بغيتي تحيد حتى فيديوهاتك حيدهم. انا فيديوهاتي انا كيبان لي فيديوهاتي يعني محترمين الحمد لله ما تحيدهمش. صافي ما بقيتش كنقول اليوم تشري مني القناه يعني؟ نشري. صافي اليوم حتى قال لي معك كنهضر معاه قال لي واخا صافي نصور معاك. قلت لي مرحبا خليته على خاطر. لا ما قلتش نصور معاك انا اللي قلت تصور معايا. قلت لي واخا بغيتي مولا ما كتبغيش. لا عشان ما خسرش في خاطرك يعني بس خسرش في خاطرك. وعواشر بقى وكل سنه وانتم طيبين ودخلت رمضان. مش عاوزه بقى تكون في نفسها حاجه واحنا داخلين رمضان. يعني بدل ما تقولي هات لي كيلو طمر ولا كيلو يميش. لا يبقى نلبي طلباتكم متتبعين عشان مره اي ومره لا. واش تصوت اقول لك كتبوا لي في الكومنت واش وحش سعيد ولا لا. قالك لا عندنا مشاهده قليله وهادي وهادي. المهم الناس ما عادش باغيين خلاص. قال لي ما بقاوش باغيين الناس وهادي. قلت لي لا. المهم مشاهدي الله يعطيكم الصبر على وجه وجه اختكم نورا اختكم سعيد. ديرنا اللايكات ظن ليس امرا الله يحفظكم لينا. السلام عليكم. واحد الكليان كما قلت لكم احبابي يعني ما بقيت كنقول حتى حاجه خليته على خاطر صافي. ياك لا مكيناش المشاهده وهادي. المهم احبابي عفاكم بيناكم كلنا لايكات على خاطركم. ولو ما كانتش على خاطركم برضو كنعمل لها ديزلايك برضو. ديروا بارطاج يا ربي دعمونا دعمونا بغينا القناه شويه نفرحوا بها شويه. والو ما كاينش الدعم يعني قناه. المهم الحمد لله ديك سعيد الله ما كاينش المشاهده الناس بقاو شكرا. بقول لك الحد جه والحد راح والحد فات والحد جه. والله والله كنا داوي على الحد ماشي الحد. لا الحد اللي قبله. يا البنات والخوت نهار كبير اليوم ميني سعيد صور معنا الفيديو نهار كبير بزاف. الله يحفظكم لينا ويخليكم لينا ويا ربي تصوموا رمضان بالصحة والسلامة إن شاء الله. في شبكيه ولا حريره ولا ايه الظروف دابا؟ كله بيجهز سيلو دابا. كوجي كي جاهز رمضان بدات في الشارع بدات الناس تشم تخش دلوقتي تشم ريحه الشبكيه والسيلو كل بلاصه دابا. ماشي خاصة نوجدوا على الشبكيه والسيلو خاصة نوجدوا تنفسنا باش ان شاء الله نصوموا ونديروا قيام الليل
ربنا يقدرنا على الصيام. ماشي الانسان يبقى مقابل غير الماكله على الماكله وينسى الصلاه. الصيام مش الواحد يمتنع عن الاكل ويفضل طول النهار يهدر كلام خايب ويجيب في سيره الناس. لا، الصيام صيام على كل ال ماشي صيام على الماكله، صيام على كل شيء. على كل شيء. الله يقدرنا ويسمح لينا يا رب، يغفر لينا ويهدينا يا رب ان شاء الله. كيما قال لكم سعيد، ماشي انسان خصو يصوم غير على الماكله، يصوم على كل شيء، يكون ان شاء الله صيام مقبول. لك ما ينال ولا الصيام على ان هو الجوع بس. يعني بيخسر الجوع يعني صيامه بيستفاد منه ان هو بيجوع وعطشان طول النهار وصافي، انما احنا عايزين ربنا يتقبل ان شاء الله منا الصيام على احسن وجه ان شاء الله. واغفر لينا في هذا الشهر واسمح لينا، لان الشهر شهر الغفران الله يسمح لينا، لان كل شيء بين شهر شعبان. شهر شعبان يعني الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيقول شهر رجب هذا شهر الله، وشهر شعبان هذا شهري، وشهر رمضان شهر الأمة كلها، أمة محمد. فشهر شعبان الناس يعني بتكاسلوا فيه عن الصيام والحاجات دي، إنما طبعا 15 شعبان فيه يعني حاجات عظيمة يعني الحمد لله. نص شعبان وليلة نص من شعبان برضه فيها حاجات، فيها تجليات، فيها رفع درجات. فالحمد لله احنا صمنا الكام يوم بتوع شعبان الحمد لله صمنا الحمد لله يعني تقبل الله منا ومنكم. الله يغفر لنا ويسمح لنا يا ربي والحمد لله. والله راني عام الله كثير بزاف بزاف بزاف. الانسان بعد ما راسه تكون كيتغاضى عليها يا ربي يقدرنا، الله يسمح لنا ويغفر لنا. ماشي احنا بني ادم كل شيء خطا، ما كاينش اللي ما كيخطاش وما كاينش اللي ما كيديرش. لان في طبعا يعني ربنا فضل ايام على ايام، فضل شهور على شهور، يعني فضل يوم الجمعه عن سائر الاسبوع كامل. ان في صلاه الجمعه وفي الناس بتصلي فيها الجمعه، دي خير من طلعت فيه الشمس يوم الجمعه. بالنسبه للشهور يعني شهر رجب، شهر شعبان، شهر رمضان، يعني في يعني ليله القدر خير من الف شهر. خير من الف شهر، يعني الله سبحانه وتعالى والله شكر الله كنعم الحمد لله على نعمه الاسلام. الله ربي سبحانه وتعالى نعمته كبيره الحمد لله، اللي احنا نحن مسلمين عرب مسلمين الحمد لله. الحمد لله نعمه كبيره والله سبحانه وتعالى. كيما بني ادم خطا وربي كيدير لنا الحوايج باش الخطايا. ما ربنا بيعمل الايام دي ليه؟ يعني بيعمل الايام دي عشان كل واحد يرجع لذنوبه ويرجع يفتكر ويستغفر ويرجع يتوب ويديله فرصه. وتا رمضان الحمد لله كتكون فيه البركه وكتكون فيه الايام زوينه والناس كيتعاونوا مع بعضياتهم والناس كيصدقوا. يعني الحمد لله نعمه الاسلام والله ترى زوينه زوينه بزاف بزاف. الحمد لله احنا مسلمين، هذه نعمه من عند الله سبحانه وتعالى. ونتمنى من السي سعيد كيفاش شويه في امور الدين، كنقول لي دير سلسله هذوك في رمضان وداك الشيء. يعني يا ريت والله شجعوا 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 باللايكات والكومنتات، قولوا لي اكتب لينا بالناس. يعني سعيد ما شاء الله عليك كيفاه بزاف في امور الدين. ما يبخلش الانسان اللي عنده شي حاجه عارفه خاصو ما يبخلش بها. هذا الانسان ديال اليوتيوب يقول الناس علاش، راه الانسان كيتعلم. حنا كنتعلموا من الناس وهذه هي الحياه الحمد لله. حنا راه باقي في الدنيا وكنشوفوا شي حوايج وكنتعلموا، هذه هي الحياه. كاين السي سعيد ولا كاميرا منوره اليوم كاميرا مضويه شو انا فرحانه براجل كيصور معاه شحال هذه. والله قلت كنصور بحال هكا في الراديه يقول لي صور معايا شي فيديو هذه سيبيني كذا وانا مالي صافي. قلت لي ما عرفتش شنو خويا منعك على اليوتيوب. المهم نتمنى لكم التعب شويه صار شويه المورال دابا مزيان ولا شويه؟ شويه الحمد لله الحمد لله. عندي المورال دائما زوين بس انا ما الحمد لله بخير الحمد لله. يعني ما ولكن بعض الساعات كيجي وكتطلع فك ايش هذه ايش هذه. والله يسركم الاعزاز علينا وكنبروكم وما كان يعني والله واخا يعني واخا قلت المشاهده ولكن كاين الناس كيتواصلوا معنا وهذيك كان بغي نحطوا فيديو وكتونسوني انا بعدا ونسوني معمرين عليا وكنتحدثوا معاكم وكنتعاودوا معاكم. الله يخليكم لينا الله يحفظكم لينا. المهم رمضان كريم عايشكم ببركه. تسناونا ان شاء الله فيديو جديد مع سعيد ان شاء الله يدير لكم ان شاء الله. نتمنى يدير لكم
سلسلة دينية إن شاء الله تسعينا إن شاء الله عليها كيفهم بزاف أمور كيف الله يسهل نسيق الوقت بس إن شاء الله كاين الوقت كاين ملي كنديرو الوقت وجي الوقت اللي كيديرنا حتى لو بغا يدير شي حاجة راه هو كيحيدها إيوا واخا الخدمة الخدمة راه بعض الوقت كتكون غير جالس الإنسان كيخص كنقول لها أنت عرفنا في المحل كتكون جالس ما عندك لا خدمة لا والو شعل الكاميرا وهضر ودير بزاف د الحوايج ولكن المهم الله غالب الله غالب خليته على خاطر ما بقيتش كنقول بارك الله عليكم ما سخناش بكم طبعا ان شاء الله نعمل لكم فيديوهات زي ما نوركم ان شاء الله ربنا يسهل يكون في ربنا عظمنا ان شاء الله ونعملها تكون صدقه جاريه لنا وليكم ان شاء الله ونختم كلامنا بالصلاه والسلام على سيدنا محمد واخر كلامنا نقول لكم كل سنه وانتم طيبين ثاني مره وربنا يا رب يبلغنا ويبلغكم رمضان كل الناس كل احبابنا كل اخواتنا كل اصدقائنا كل حبايبنا كل الناس اللي بتابعونا كل الناس اللي كانوا بتابعونا من الاول وما عدناش بنسمع صوتهم وما عدناش بنشوفهم وما عدناش برضو كنا احنا دايما فاكرينهم بالخير وهم دايما كانوا مسبقين لنا الخير ودايما احنا فاكرينهم برضو عمرنا ما ننسى اللي عمل فينا جميل او بيعمل لنا جميل ما بننساوش عمرنا ما ننساه وتبارك الله عليكم شكرا لكم قولوا سعيد بعد واحد الكلمه قولوا سعيد سنه سعيده الشهر عيد ميلاد ديالو في هذا الشهر داز عيد ميلاد ديالو قولوا لي سنه سعيده كملتي 50 ولا كم؟ قفلت باركوا سعيد قولوا سنه سعيده طول العمر ان شاء الله الله يخليك ويلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته